يا اخوان هي جزء ثاني من مميزات ببجي موبايل بعد الابديت. شو المشاكل وكيف نقدر نحلها وايش في مميزات حلوه بنقدر نستفيد منها؟ يا اخوان طبعا لا تنسوا تعملوا لي فولو، ترى موبايل لي اشي وبندخل 100,000 ان شاء الله. ويلا خليكم مع المقطع. يا اخوان كثير ناس حكوا لي بس نفتح السكوب واصبعي فاتح السكوب بصير الام يتحرك معي وانا قاعد بطخ، شو حل المشكله هاي؟ يا جماعه هاي حلها كثير سهل يا اخوان، تدخلوا على الاعدادات بتطفوا الخيار هذا وبس. يعطيك الف عافيه يا اخوان. بعيدا شوي عن الموضوع، هذول الاثنين يسعد دينهم وانا قاعد بصور طلعوا بيعرفوني وبيتابعوني هون على تيك توك، فحبوا يسلموا عليكم، يسعد دينهم. يا اخوان هاي النقطة مهمة جدا، قسم بربي ركزوا معي منيح، مشكلة العجل كيف نحل مشكلته؟ شوفوا يا جماعة بتضغط على العجل بتضلك تكبر وتصغر، وانت بتكبر وتصغر اكبس على السبرنت هاي، تكبس عليها وصغرها وكبرها على كيفك وبتجيب السهم تحت العجل بالضبط وبالنص، وهيك تنحل عندك المشكلة نهائيا.